أسلحة نارية، ذخيرة حية، بطاقات مزورة، سيارة تندرة وإسنتان بلوحات سودانية محملة سجائر، كل هذا وضعت قوات أمن الحدود يدها عليها على الحدود السودانية التشادية، وتم عرضها وأصحابها الأربعة أمام الصحافة بحضور حاكم ولاية نيد الشرقة والسلطات الإدارية والعسكرية. مسؤول قوات أمن الحدود نصر شيجي أتينجي يوضح الكيفية. قريب تقريبا واحد من القريب 600 كيلو واحد خلطه واحد ودو من حدود ليبيا حتى عنا اللي جينا قربناهم من ده. قاضي محكمة أمجرس النذير حسين أكد إحالة هؤلاء المجرمين إلى المحكمة وتطبيق القانون عليهم. أما حاكم ولاية نيد الشرق صديق تيماندي بيتنو فشكر قوات الدفاع والأمن على هذا الجهد المقدر. شكرا لقواتنا المصلة و أمل السودة ما أمل هنا إني بيأس براو أمل السودة أمل هنا تيات أمتا. وتعد هذه العملية هي الكبرى التي قامت بها قوات الدفاع وأمن الحدود في هذه المنطقة منذ تشكيلها لحد الآن.